والحقيقة أن استمرار محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بيفتح قدامه الباب أنه يحطم عدد كبير من الأرقام القياسية ويبقى واحد من أساطير النادي العريق والدوري الإنجليزي. المواهب المصرية اللي مشرفة مصر في العالم كله مش بتنتهي، لأنه زي ما شفنا محمد صلاح كان حديث العالم كله، شفنا كمان حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي واللي لفتت انتباه العالم كله واتصدرت الترند عالميا بعد عرض الجمباز الأكثر من رائع اللي قدمته، واللي كان عبارة عن عرض بملابس شبه فرعونية وعلى أنغام موسيقى مقتبسة من روح موسيقى حفل وادي الملوك. وطبعا حبيبة بمجرد عودتها من أسبانيا تم تكريمها من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعشان نعرف تفاصيل أكتر هيكون دلوقتي معانا مداخلة هاتفية مع حبيبة مرزوق. إزيك حبيبة؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله كويس. ألف مبروك أول حاجة، وعايز أعرف منك الفكرة جاتك منين، سواء اللبس أو الموسيقى؟ هو الفكرة نفسها كانت من إدارة البطولة، إن هم عايزين كل الأولى من كل قارة إن هي تعمل زي شو يعبر عن كلتشر البلد بتاعتها يعني، وأنا كنت الحمد لله محققة السنة دي الأول على أفريقيا، فهم اختاروني أنا أعمل الشو ده لمصر. بس الفكرة نفسها بتاعة الشو جات لي من طريق الكباس. أنا السنة اللي فاتت كنت من اللي بيعملوا بيرفورمنس افتتاح طريق الكباس، فأخدت الموسيقى بتاعتها وأطلعتها للفتت اللي أنا حاسة إن هي ممكن تبقى حلوة إن أنا أعمل عليها، واللبس برضو كان لإحاء منه شوية من الحاجات اللي كانوا لابسينها هناك يعني. طب حبيبة، أنت كنت متوقعة إن أنت تبقي حديث العالم كله وتبقي ترند عالميا كده؟ لا خالص، أنا كنت متوقعة إن هو إن شاء الله يطلع حاجة حلوة مختلفة، بس مش بالطريقة دي الصراحة، فدي حياة حاجة بسيطة قوي يعني. طب إحساسك كان إيه يا حبيبة؟ يعني هو الموضوع برضو عارفة اللي هو في ثانية الفيديو اتحط، في ثانية الناس كلها ابتدت تعمل له شير، في ثانية الناس كلها بقت تحطه بوست، أنا واحدة منهم على فكرة، والواحد كان يعني فخور جدا. فأنت إحساسك أنت إيه لما إحنا قاعدين نتفرج عليكي ومبسوطين بيكي قوي كده؟ والله هو إحساس حلو قوي، عشان كمان الرياضة بتاعتي مش رياضة شعبية قوي، مش يعني لسه في مصر مش معروفة قوي، فإن هي إن الشو ده لفت انتباه مصر كلها أو يعني بلاد كتيرة قوي للجمباز كمان غير للشو، دي حاجة بسطتني قوي يعني. أنا كمان كان في عامل رياضي إن الناس بدأت تعرف الجمباز، وعامل وطني إن الناس بدأت تعرف أكتر عن مصر وبدأت تقرأ أكتر في الحضارة بتاعتنا، وبس يعني دي حاجة بجد بالنسبة لي غير متوقعة بالمرة يعني. طبعا رد فعل أهلك إيه بعد ما لقوكي ترند كده؟ والله هم كمان مش فاهمين زي بالظبط يعني، هم وهم عارفين ان هم فخورين بيا جدا وهم مبسوطين بأي حاجه انا عملتها، والحمد لله يعني هم ما كانوش برضو متوقعين خالص الصراحه. خدك وقت قد ايه عشان بقى تستعيدي البطوله؟ للبطوله ولا للشو نفسه؟ للبطوله. لا البطوله بنقعد فيه كامل قبليها تقريبا بنتمرن يعني مش اقل من 6 شهور، بنقعد نتمرن على كل البرفورمنس بتاعتنا، هم بيبقوا 4، فبتبقى على اقل حاجه 6 شهور بنقعد نتمرن على نفس البرفورمنسز دي كل يوم. اما بالنسبه للشو فكان بلغوني قبلها بشهر، وبدات التحضيرات قبلها يعني بتقريبا شهر. طب ايه بقى الجديد الفتره الجايه؟ هل في بطولات هتشاركي فيها قريب؟ احنا دلوقتي في وقت الاوف سيزون شويه، بتبقى بطوله العالم اخر حاجه في السنه، اللي بعديها باقي السنه بتبقى بطولات صغيره. لكن الحاجات المهمه اللي جايه هي لو في كاسات عالم السنه الجايه ان شاء الله من اول شهر 3 تقريبا، وبرضه الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس هي السنه الجايه، فدي الحاجات اللي احنا بنحاول نشتغل عليها يعني، وبنروح مع القرارات وكده عشان نحسن من مستوانا. بس حبيبه الف مبروك، ويا رب تفضلي كده مشرفانا ورافعه راسنا دايما. الله يبارك فيك، ميرسي قوي، ده شرف ليا. شكرا. ميرسي يا حبيبي.